تعيش سكني في معك برتاح معك ما بخاف فعلا يعني بيرفعوا القلب الشباب وبيرجعوا صورة بعلبك اللي نحن بنعرفها اللي هي أيام العظماء يعني أيام فيروز ست فيروز والله يرحمها صباح وديع الصافي فهيدا بيعطينا أمل إنه نرجع للجيل الجديد جاي حافظ على التراث بذكرنا بتاريخنا بماضينا بصبوحة وتعليم اليوم بتمنى للأحسن والأحسن يا رب وهذا هو اللي بيقهر الإرهاب وهذا هيك هذا اللبناني.